بعد هطول الأمطار ولتهالك البنية التحتية في أغلب مدن ومناطق ليبيا، أصبح المواطن يعاني هذا الملف الذي لا حلول جذرية له حتى الآن. لذلك قام العاملون بجهاز الصرف الصحي مساء وبالتعاون مع رجال المرور في تيجي بأعمال شفط للمياه الموجودة بالطرق، خاصة المستنقعات المائية والتي تتجمع في كل موسم. خطوة جاءت للتخفيف عن المواطن لقلة الإمكانات وعدم وجود بنية تحتية تريح المواطن من كل هذه المشاكل التي أثقلت كاهله وزادت من معاناته. وهذه المستنقعات ليست بالأمر الغريب على ساكني المساكن الشعبية الذين سئموا هذا الوضع لعدم تجاوب المسؤولين معهم.